يلا نسمع في استهبال صح؟ نسمع ما انتم تشوفون؟ اقول كذا صامت تك ممتاز سايلنت خلاص ابطال اسوي كذا والله لا احد يتكلم غرفه الغياب ولا هناك على طول خصم على الفريق كامل تفضل يا ابو بجير طيب اللي سويتوه الان ممتاز اكثر شيء عجبني اصفر ايش قلنا؟ قلنا اذا تكلموا الرجال يسمعون الباقيين طيب انا اكثر شيء اعجبني اليوم ان فيه شباب جالسين تعلموا يعرفوا كيف ناخذ النبته كيف نسويها طيب ايوه ممتاز انا هذا الصراحه اكثر فيه شباب تعلموا فعلا يعني احصاصنا اللي راحت ما راحت هباء منثورا ممتاز هذا شيء صراحه يحس الواحد انه فخور فيكم طيب الان اللي باقي الان ايش راح نسوي هذا انا بركبه لانه يبغى له شوي واضبط الوقت حقه كل فريق مع المشرف حقه يتاكدون ان كل نقاط يمشي على كف الباب يمشي يمر على النبته طيب ويكون ماشي في نفس الخط طيب اللي خلص الفريق اللي خلص يبغى يزين شباب يا شباب لا تحطون حصى في المكان اللي حطينا فيه سماد من بيقول لي ليه يا سلام والله يا ابطال على مستوى على مستوى صراحه حبايبي والله يا بعد راسي والله طيب فنحط ما في مشكله بالعكس احنا ان الله جميل يحب الجمال صح فنحط الزينه برا نزين اشكالنا الحين تبدع طيب هذا ان شاء الله اذا خلصنا درسنا اليوم نكون انتهينا ونشوف نتائجه باذن الله الحلقه الجايه كف الباب حق الحلول اوكي ايش بتسوون ايوه لا التزيين اخر شيء ايوه تاكد كل واحد منكم يتاكد ان الهوز والنقاط يمر عند نبتته اللي حطها ما عليه هذه حلها مع المدرس حقك شوف لك طريق هذه حاله خاصه طيب ايه بس ووزعنا طريقه الري هذه مهمه وزعنا طريقه الري ما تودي قبل ايوه نتاكد ان كل نبته يجيها ماء خلاص بعدين نهايه باقي الحصه خلاص يكون تزيين بس رجاء يا شباب بدون ازعاج كل فريق يشتغل بصمت وبمهاره شوي رجاء نشتغل بدون ازعاج بدون تداخلات الشغل الان الشغل الان تروح يا طويل العمر وتتاكد ان النقاط عند نبتتك اللي زرعتها طيب وان الهوز يمر على كل النبتات بحيث انه اذا اشتغل الماء بعدين يجيها مويه هذه الجزئيه الاولى الجزئيه الثانيه مفتوح لكم الابداع وكل واحد يزين الحوض حقه بالطريقه اللي يبغاها بس واضح كل فريق مع نفسه رجاء التدخلات اللي تصير من هنا والازعاج هذا لا احنا اكبر من الكلام هذا طيب لا ينزل تحت اذا 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 قدرنا ان شاء الله نحب نشغله بتشوفون على حسب اذا هي تحتمل ان احنا نشيلها نقدر نشيلها اذا هذا خلاص انت الان صرت تعرف تزرع اشتري لك واحده وروح الرجل ارعاها في بيتك واهتم فيها هذه فائده انكم تعلمتوا تقدر تروح لبيتك وتقدر تسوي تعلم اخوانك تعلم جيرانك تعلم الناس والمشاتل كثير المشاتل كثير نعم ترى تدري هذه بريال حبه سهله ان شاء الله اذا قدرنا في النهايه ذكرني بنشوف اذا في طريقه نقدر نشيلها بحيث الحين ما انت ابو بجير رويت ايش؟ من يتكلم؟ انا ايوه يعني الحين خلاص دام تعلمنا يمدينا نروح للممشات ونزرع عشان نزرع ممتاز. قبل شوي ايوه بالرؤيه زراعه 20 يا سلام معناته انت صرت تعرف معناته انت زرع بيتك وهذا زرع بيته وهذا زرع بيتهم وهذا زرع حديقتهم يعني افتخيه يا سلام 30. انا عشان كهنا جاي ابغاكم خلاص تصيرون خلاص تعرفون شباب تعرفون خلاص من الاسئله شيء واضح يلا. يلا ها يلا طبقوا طيب دقيقه يلا بدون صوت ايوه انا ابغى اشوف هل بتشتغلون بدون صوت لبه اسكت البذره بنشوف لها طريقه بعدين لان ما ندري الان الوقت ما يسمح في الحر اخاف ان ازرعها ما تنبت في شيء عن رؤيه 30
ان السعوديه تبغى تزرع 10 مليار شجره. 10 مليارات شجره، نعم هذا خذيناه في اول درس. كنت بقول لك شيء بس نسيت. اذا موجود صح صح، عادي اجيب الشجره، يعني ماذا اشتري شجره واحطها هنا عادي. عادي عادي عادي، بس 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 اذا تسوي سوي لها نفس الطريقه هذه، حط لها حفره، جيب لها سماد طيب وضبطها. اوكي خلاص. على الورد. ايوه ممتاز، شوف يعني هذه كويسه، هذيك كويسه، هذاك الثالثه دخلها بحيث النقاط صح. يكون في الحوض بس قرب قرب يا تمام. زهراني قرب ال قرب النقاط أيوة. قربه قرب أيوة. قرب قرب طيب روح الورده ما هي برا، الورده فوق. ايوه ايوه هنا. ايش ايش عاد على كيفكم احسن. ها اي شيء زي الحزه اخر مره حصل كذا. طيب ايش فيه طريقه لبيت فهمنا ايش فيه الطريقه؟ نبغى نسكر هذا كذا، نربطه بحاجه كذا. اي خلاص دي امره بسيطه. ايه شوف ان اي شيء كيس حاجه بس، لانه بعدين اذا اشتغل ما نبغاه يروح كذا. اي خلاص خلاص، متى الحين قصدك؟ اي في خلال اليوم قبل ما نشغل ذا يعني، بس نشوف لها بعدين طريقه، حتى لو كيس واحد من الاكياس. طيب لما ناخذ البولاعه ونربطه. يمكن يمكن قصدك تسكره كذا يمكن صح. سهله سهله الموضوع، ما عليك بسيط. امر بسيط امر بسيط، بس خلني اشوف هذه بس. يلا يلا شوف ايه الاخضر يا شباب، شوف الاخضر كيف شغالي. خذ العربيه تو اشتغلوا خلاص، خذ خذ خلاص. امورها طيبه، تسوون بها تكه كذا خلاص راحت. اصبر يا اخي اصبر، ايش فيك؟ اصبر اصبر اصبر، هنا في مدرس اسمع كلامه. اي تذوق عب 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 ولد سلطان سلطان عب 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 عب. انا اقول بس محمد دقيقه خلاص، هذه عربيتهم نشكم بس. هذه مشاركه بين الاحمر والاخضر. ايوه بندر يشل. لا 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 دقيقه دقيقه نعم دقيقه. ايش تبغى؟ شل 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 يلا بنعود نفصل عليكم بصرة شينه شينه. يلا يلا يا احمر اصر، يلا يا اخ احمر واخضر، يلا شوي شوي احمر خضران بعد بتجيكم عربيه انت اصبر. يلا اصفر احمر واخضر، بس احمر واخضر. ايش في؟ طيب خلاص خلاص غلط هذه لقيناك غلط خلاص يلا امشي لقيناك حقتك هناك. يلا هناك يلا شوي شوي خضران خضران روح هناك ساعدنا. لا سلطان والله تنقلب احنا. الله يشكرك تفضل. امسك 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 يلا يلا بينكم بين الاحمر. يلا وين انتهت ولد انتهت عبوها ويلا. يا شو اسمه كيفكم انتم؟ خذوا 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 انتم انتم اشتغلوا العربيه بينكم بينهم. لا لا هم بياخذون طريقتهم. احنا زين نبي نتعاون يعني. يلا ها دقيقه بعد بعد. لا 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 تضيعوا لا تضيعوا الاحجار بينكم. لا لا بعد تضيعوا الاحجار بينكم. يا سلطان يا سلطان يبغى لها حملات واجد.
بس خلي ذي تك سدكم ذي هذه والله نسدكم يلا نسوي خط هنا لا يا ابو يا ابو اصبر اصبر يا عوا يا اخي اشتغلوا ما لكم شغل نزل المسحان نزل المسحان اجيب الشطرطون راح اجيب الشطرطون في جيب ها ايوه انا مشرفكم اليوم ابشر ها لا 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 خلاص لا انا اقول حلوه كذا يا فواز ابني لها جبل حولها عشان البسس يوم يجون ما عليك البسس اصلا تنقز لو تبني لها ايش بتجي البسس تنقز عادي زينه زينه جبل حولها عادي لا 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 غلط مو كذا مو كذا قال لكم الاستاذ السماد الجبل ركز السماد تحت دقيقه دقيقه يا استاذ لا خله خله قم قم شوف زي كذا لا تعجنها ترصها كذا غلط